اللي بيوز ضبط مكان فضل والله يا ربي. بارطاجيو على نطاق واسع هذا اللايف متابعي قناه شوف تي في باش يوصل هذا المشهد. بغينا نبارطاجيوه مع المغاربه، مع المغاربه كاملين ومع الشعب ومع المغرب ومع الدول المجاوره ومع العالم. متابعي قناه شوف تي في على قناتكم القناه الاولى في المغرب قناه الشعب، دائما كنحاولوا ان نقلوا لكم الاجواء هنا دائما من خلال هذا مكان مخصص بالقرب من هذه العمليه ديال استخراج ريان قراب، كان خاص الوضع يتنقل عن قرب. هذه للاسف الشديد تم الابعاد ديال الاعلام من الواجهه في الجوانب فقط، وهذا الشيء كيأثر صراحه كيأثر.